استاذ عدي ان احنا نتكلم عن معطيات. اولا هذا البند هو مضمن ضمن ورقه الاتفاق السياسي ضروره اخراج قوات الجيش والحشد الشعبي خارج المدن والعوده الى السياقات العسكريه الامنيه الصحيحه، لان من يمسك الارض ويسيطر على الملف الداخلي هي قطعات وزارة الداخلية والوكالات الأخرى الساندة مثل المخابرات والاستخبارات وكذلك جهاز الأمن الوطني، الجهات الساندة، وهذا هو السياق المتعارف عليه في كل دول العالم. أيه؟ ولكن السؤال لا اللي يريد يصير القائد العام للقوات المسلحة، بس اللي يصير هسه من الشركاء يريدون يفرضون رأي سياسي على الطرف الإطاري، رأي سياسي يريدون يمشون. أستاذ عدي لم يتم الدخول في تحالف إدارة الدولة ما لم تكن هناك تطمينات وضمانات، ومن ثم تم الاتفاق على ورقة الاتفاق السياسي حتى دخل الشريك الكردي المتمثل بالديمقراطي الكردستاني وكذلك السيادة الممثل للمناطق السياسية.